السلام عليكم، انا زكية. هشرح عن السكور روت او مخلل الملفوف. هذه النقاط اللي هشرح عليها. طيب، طبعا مخلل الملفوف هو طبق اشتهر في اوروبا او المانيا. في اثناء تحضير هذا الطبق احنا بنستخدم يعني بنخمره، حيث بتكون البكتيريا الموجودة فيه بتخمر السكريات وتحولها إلى لاكتيك أسيد. طبعا هذه العملية بتعطينا نكهة مميزة، بتنتج البروبيوتيك. هي كائنات يعني بتوفر فوائد صحية وبتعزز التوازن الصحي بالأمعاء. كمان يعني بندخل مخلل الملفوف في غذائنا، برضو يعني بتعزز صحة الأمعاء. طيب الهستري أو التاريخ، يعني هذه الأكلة يعتقد القدماء زمان إنه مصدر هذه الأكلة في الصين، بحيث إنه كانوا بيستخدم يعني بيخللوا الملفوف أو بيخمروه كوسيلة للحفظ. وبعدها انتشر وصاروا يعني يستخدموه في أنحاء أوروبا، بالذات في ألمانيا وبولندا. وأثناء الحرب العالمية أثناء الحرب كانوا بيستخدموا الملفوف يعني في التقليل أو قدرة عالية لمنع مرض اللي هو الأسقربوط، وبسبب احتمال عالي من الفيتامين سي. Hi, I am Raghadin Monkey, and I will talking about how to make a sauerkraut. Firstly, shredded cabbage is mixed with salt and massaged until softened. Secondly, the cabbage is packaged into a jar and weighed down to keep it submerged. The cabbage will begin to release liquid, creating its own brine. The good bacteria on the cabbage will convert sugar into lactic acid, inhibiting the growth of harmful bacteria. After 3 to 10 days, the cabbage will be formed and ready to enjoy. بكم معكم نجات السباعي، هشرح لكم الميكروبس اللي بتكون متواجدة عادة في الساور كارت. الساور كارت is a traditional vegetable product usually produced by spontaneous fermentation that relies on lactic acid bacteria naturally present in white cabbage. معناته هذا الكلام انه مخلل الملفوف هو منتج نباتي تقليدي يتم انتاجه عادة عن طريق التخمر التلقائي اللي يكون يعتمد على بكتيريا اللاكتيك أسيد، وهذه البكتيريا بتكون متواجدة بشكل طبيعي في الملفوف الأبيض. ثاني ميكروبز عندنا اللي هي اليوكونستيك is a type of bacteria commonly found in sour carrot. اليوكونستيك is a specific species that present in sour carrot fermentation. هنا أنه البكتيريا اللي بتكون متواجدة عادة في مخلل الملفوف هي اليوكونستيك، كمان انها بتلعب دور جدا مهم في عملية الفرمنتيشن. بتحول السكريات في الملفوف الى حمض اللاكتيك، وهذا العملية بتساعدها على الحفاظ على المخلل وتعطي نكهة مميزة للساور كارت. السلام عليكم، انا سارة، واليوم حتكلم عن فوائد الساور كارت. اول حاجة يعمل على تحسين عملية الهضم، لانه يعزز نمو الجت فلورا اللي هي حتكون خط الدفاع الأول ضد البكتيريا الضارة أو السموم الأخرى. ثاني حاجة يقلل من خطورة الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الثدي، لأن الملفوف يحتوي على مضادات الأكسدة اللي بدورها تساعد على الحد من السرطان. ثالث حاجة عندنا مصدر جيد لفيتامين إي و سي والإندول 3 كربونيل اللي يمنع الالتهابات. رابع حاجة عندنا يعمل على تنظيم الوظائف المناعية للجسم لوجود بعض الميكروبات والمركبات اللي تعمل على تنشيط جوانب مختلفة من المناعة داخل الجسم. شيء يعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول،
لأنه يحتوي على بروبيوتيك معين ينتج لي الإكسوبوليساكرايدز. سادس حاجة عندنا أنها good source for vitamin K1 K2 اللي بتساعد على محافظة على كثافة العظام وتخثر الدم الطبيعي. السلام عليكم، أنا اسمي منان. اليوم رح أتكلم عن أضرار مخلل الملفوف. مخلل الملفوف اللي يعانوا من القولون أو قرحة في المعدة لازم يتجنبونه. يسبب انتفاخات في البطن، احتواء على سكر الرافينوز الذي لا يتم هضمه بل تتخمره البكتيريا الموجودة في الأمعاء. مضاعفات محتملة للمصابين بمشاكل معينة في الغدة الدرقية مثل قصور في الغدة الدرقية وفرط نشاط في الغدة الدرقية، انتفاخ في البطن لأن الملفوف غني بالمركبات الكبريتية التي تسبب اضطرابات. السلام عليكم، أنا زكية. وفي الختام، أنه مخلل الملفوف هو طبق بتعود وصوله إلى يعني سنين طويلة وانتشر، ويصبح هذا الطبق محبوب في مختلف المأكولات، وهو بيقدم فوائد صحية حيث بيقوي البروبيوتيك والفيتامين والألياف الغذائية، وفي عملية التخمير بتعزز نكهته وتحافظ على العناصر الغذائية، وبيكون يعني بيعطينا فوائد صحية للإنسان.